جاهزين يا شباب؟ يلا بينا. لعبة الحفلة. في واحد النهاردة عامل حفلة في بيته اللي هو أوزو. اتفضل يا أوزو. بمناسبة جواز كلبته سوسكا. بس هو ما يعرفش هو عازم فيها مين. بس جمهورنا هنا والمشاهدين هيبقوا عارفين من خلال اللي مكتوب قدامهم على الشاشة. كل ضيف هيعرف شخصيته اللي هيمثلها قبل ما يدخل الحفلة من الظرف اللي موجود جنبه. صاحب الحفلة اللي هو أوزو هيحاول يتعرف عليهم من خلال كلامه معاهم وأسئلته ليهم وتمثيلهم ليه. ومع كل دقة جرس هيدخل ضيف من ضيوف الحفلة. جاهزين؟ افتحوا الأظرف اللي جنبكم. هنسيبها الساية لأوزو عشان يحتفل بسوسكا وبعدين ندخل. يلا انا جبت لكم الدراية اهو يلا. انا اسف جدا معلش معلش. الفطار يا عرايس. ايوه ايوه اهلا. ايه ده حضرتك بتخش تقول لي بقى كده؟ ايه ده يا استاذ؟ بعد اذن حضرتك من فضلك بس حضرتك يعني اهدى كده. اهلا وسهلا بيك. طب جبت حاجه للكلاب وانت جاي ولا لا؟ ايوه. اوه الشموخ والكبرياء الزور نضحك حك يا كلبة. جالك يا سوسكا اللي انت بتحبيه. ايوه يا محمد عامل ايه يا راجل؟ البركة حد بيتكلم يا سوسكا. مش ممكن. عامل ايه يا مبارك؟ عامل ايه؟ اخرس برضو ولا مش استاذنكم بس بعيد عن الاوضه نيجي هنا عشان في عرايس جوه من فضلك. استغبارك ما لبستيش لسه الطوق عريانه برضو مش ممكن كده. اهلا وسهلا. تاني يلا ده احنا هنقلبها النهارده مش ممكن. ربنا يخليك. انت زمارة رقبتك. برافو زمارة رقبة. زمارة رقبة فيها. باو. ما تلسعنيش. باو. باو مش قصدك؟ ايوه دي ركبتي. انت بقى في ركبتي؟ اه تمام. طب اتفضل كل حاجة بس في دراي هنا بتاع الكلاب. باو كده. تضحك اهو. امال ايه باو مش باو الجو ده؟ حاجة في الركبة. حاجة في الركبة. عامل ايه يا راجل؟ الحمد لله. بقول لك ايه اسمع كده. استنى دي طبلة ودن. يا طبلة ودن. برافو. باو في الركبة. باو. وتر. برافو.